اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات مدير قبل ال 30. انا مروان علي، واحد من الناس اللي حلمت في يوم من الايام ان هي تكون مدير قبل ال 30 في شركه من الشركات المالتي ناشونال او اللي بيسموها متعدده الجنسيات. حلمت الحلم ده في 2005، من 10 سنين تقريبا، وكان عندي وقتها 20 سنه. الحلم كان شكله بعيد، كنت لسه في الكليه طالب، ما عنديش اي امكانيات وما عنديش اي حاجه تخليني مدير قبل ال 30، لكن كان عندي بس الحلم اللي اتحول في وقت من الاوقات لهدف. وبعد ما حققت حلمي وانا عندي 26 سنه، النهارده انا واقف معاكم وهكمل معاكم مجموعه حلقات هعرفكم فيها ازاي تبقى مدير قبل ال 30، ازاي تحط اهداف حقيقيه تقدر تحققها في حياتك وتنجز بيها حلمك الوظيفي وسيطرتك عليه. اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات مدير قبل ال 30. خلال مجموعة الحلقات الجاية هدور معاكم وهنتكلم في المهارات اللازمة لكل واحد فينا ان هو يبقى مدير قبل ما يوصل للـ30. انا مدير قديلي تقريبا 4 سنين وبدأت في السنة الخامسة، متخصص في مجال الموارد البشرية. معاكم خلال الفترة الجاية، خلال كام حلقة الجايين، هبدأ اشير معاكم واشارك معاكم ايه هي الخطوات اللازمه علشان تبقى ناجح في الكارير بتاعك او في مجال عملك، ازاي تحقق النجاح في المجال الوظيفي او في الجانب الوظيفي في حياتك.